السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بدراري تفرجوا معنا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله تكون الحلقة الثانية من الدورة اللي بدينا اللي غنديفلوبي فيها ابليكاسيون دو ا زد. واليوم ان شاء الله نحاولوا انستالو لونفيرونمون دو ترافاي ديالنا، يعني كاع لي تولز اللي نخدمو بيهم وكاع لي لوجيسيال اللي نحتاجو باش نقدروا نخدمو ان شاء الله. نبدا كالتالي ومجمعت لكم هنا كاع لي تولز اللي نقدروا نخدمو بيهم انستاليهم ان شاء الله. اول حاجه نخدمو بها اللي بديهية هي الوامب سيرفر، اللي هو تيلعب الدور ديال السيرفر لوكال، تكون عندك في البي سي اللي نحطو فيه الباكان ديالنا، تيكون فيه البي اش بي، تيكون فيه الداتابيز الماي اس كيو ال، تدخل تمودي في الماي اس كيو ال. المهم هادي الباج ديالو، المهم انا كاع ليا انا تنحطهم لكم في الديسكريبسيون. المهم الانستالاسيون ديالو ساهله، انا ديجا مانستاليه، غير خاصكم تردوا البال في الانستالاسيون، تتكون فوق توصل لواحد ليطاب خاصكم تانستالي واحد دي باكيج سميتهم مايكروسوفت فيزيال سي بليس بليس 2015 2005 2008 2015. راه في الانستالاسيون فاش تكون غادي سويفو غتلقى واحد الباج فيها بزاف ديال ليانات، دوك ليانات قلبهم مزيان، قلبهم اللي لقيتي فيهم مايكروسوفت فيزيال انستاليهم كاملين، حيت راه هادوك ريكوير البي سي باش يقدر يخدم هاد الوام سيرفر. المهم هادي هي النصيحه اللي نقدر عليها نعطيكم بالنسبه للوامب. الباج ديال الداون دا هي اوتوماتيكمون غادي تانستالي 64 ولا 86، هي زعما بي سي الويندوز عندك 32. من موراها نانستاليو لارافيل اللي كيما تعرفوا هو واحد الفريم ورك ديال بي اش بي اللي دار البوس مؤخرا في عالم ديال الديفلوبمون، اللي مطلوب بزاف دابا اللي عنده لارافيل تلقى الخدمه دغيا، البروفيلات يمشيو لبرا بسبب هاد لارافيل. الانستالاسيون ديالو حتى هو ما صعيبش بزاف، خصك الكومبوزر نانستاليو هما لي ريكويرمنت ديالو، خصك بي اش بي 7.2 اوتوماتيك مود الوام سيرفر باش انستالي الفيرسون الاخرى، راه تكون فيها يكون فيها لي فيرسون الاخرين ديال بي اش بي. اي خصك هادشي كامل تيكون تتانستال معاه، اي خصك تانستال الكومبوزر ضروري باش تبقى دوز لي كوم لي كوموند، باش تبقى تانستال لي باكيج فيا لي كوموند. هاي الباج ديالو، هاي الداون، تانستال الفيرسون الاخرى وان شاء الله غادي يخدم، ما تلقاش فيه مشكل. من موراش انستالي لارافيل بهاد الكوموند، هاد الكوموند تتانستال بالكومبوزر، يعني مورا ما تانستال بالكومبوزر صافي. من مورا راه كوموند باش تقدر تكري بروجي، ما فيش شي حاجه بزاف. وان شاء الله فاش نبداو ان شاء الله غالبا الحلقه اللي مورا هادي غندخلو في لارافيل مزيان، ونتعلمو كيفاش نديفلوبيو بيه، كيفاش نحطو ستركتشر زوينه، كيفاش نخدمو بلي بون براتيك. المهم على قد التجربه ديالي، ونتمنوا تستافدوا معنا مزيان. الكومبوزر كما قلت لكم هو خصنا الجيت راه غني عن التعريف، وضروري في اي بروجي خاص يكون عندك الجيت باش نبقاو نلوحوا البروجي ديالنا في الجيت، نبقاو محافظين على ديما الفيرسون الاخرى، وتحمي الكود ديالك الا طرا البي سي ديالك شي مشكل، الكود راه عندك في الكلاود تبقى ديما، ولا كنتي خدام مع ايكيب راه تبقى ديما فيرسون الاخرى بارطاجي مع ليكيب كامل. وفيه بزاف لقيت بوحدو راه بحر. من مورا ان شاء الله خصكم تانستاليو شي تيكست اديتور، انا تنخدم بهاد الفيزيوال ستوديو كود ديال مايكروسوفت. المهم انا خدمت ب داك نوت باد، خدمت ب سابليم تيكست، واخر حاجه اللي خدمت بها هي هاد في اس كود، والحمد لله ما عجبني على بزاف، فيه بزاف ديال لي فونكسيون وبزوين اوبن سورس. الا دخلتي للكيت كتبتي فيزيوال ستوديو كود، غتلقى الكود سورس ديالو راه محطوط في اوبن سورس، تقدر تدخل تموديفي على الكود، وبزاف ديال لي ديفلوبر خدامين عليه. وهذا الشيء باش خلاه يتلونسا، علاش؟ حيت عندهم واحد البرانسيب ديال لي بلوغين، نقدر انا ندخل نلقى شي مشكل في محتاج شي حاجه شي فونكسيون نزيدها، نقدر ندخل نديفلوبي بلوغين عندهم ونتسنى يابروفيو ابروفات التيم، تيولي بلوغين خدام في اس كود تيليشارجيه و
وتخدم به بخير. هادشي بس زوين، وفيه بزاف ديال الخصائص. وحاجة أخرى، أنا باش اختاريته، تقدر مثلا، أنا كنت خدم الصابلين، وكنت حفظت الكيماب ديال الصابلين لي راكورسي ديبليكيلين تكوب، داكشي هذاك لي راكورسي اللي جيت تحفظو. وفاش جيت لهنا لقيتهم مبدلين في الفي اس كود، قلت هادي عكزاتني باش نخدم به، باش نسويتشي ليه. البلا اللي لقيت، انا لقيت واحد الباكيج تقدر تانستالي الكيماب ديال صابلين، انستاليتها ولاو كاع لي راكورسي ديال صابلين ولاو عندي هنا في الفي اس كود. صافي زعمت نخدم به، وعاد فيه بزاف ديال الخصائص. استسمح لحد نضادر ندوزو، المهم انستاليو هذا ولا انستاليو اي تكست اديتور، ما ماشي زعما ريكوير. من موراها كاين البوستمان، البوستمان تاو رفعت هضرت عليه في ليبيزود اللي قبل، هو تلعب الدور ديال الفرونت، هو تلعب الدور ديال التيستور ديال لابي، باش نبقاو نديفلوبيو لابي ديالنا بلارافيل. لابي عبارة عن لينكات، نصاوبو URL تتعيط عليه و تيعطيك روتورن HTTP، تعيط عليه بلا HTTP تعيطك روتورن، ديك روتورن تكون جيسون. هاد البوستمان هو واحد لوجيسيال تانستاليه باش تبقى تعيط على هادي ال HTTP ريكويست و تيرجع ليك الروتور. حيت حنا باش نبقاو بلا ما نتيستو حنا لابي ديالنا، تنتسناو تنديفلوبيو لابليكاسيون موبيل عاد نتيستيو لابي، تنخدمو بالبوستمان تنتأكدو من داكشي كامل صحيح عاد تندوزو للفرونت، تا هو ضروري. هادشي دابا، هادشي كاع اللي دابا اللي هضرنا فيه من جهة الباك اند، غنحتاجو لارافيل كومبوزر الوام باش يكون عندنا سيرفر لوكال، الجيت باش نبقاو نلوحو البروجي ديالنا، الجيت صاب تكست اديتور في فيزيوال ستوديو كود، بوستمان، هادشي كامل عنده علاقه، مهم اغلبيه ديالو عنده علاقه بالباك اند. دابا ندوز للفرونت اند. الفرونت اند كيما قلت لكم نخدمو فلاتر، الفريم ورك ديال جوجل اللي مبني على الدارت، تي لونغاج ديال جوجل. البلان ديال سميتو خصنا اندرويد ستوديو ضروري يكون انستالي بلاي ستيك ديالو، ها هو سيد منيت انستالي اندرويد ستوديو. ومن موراي خصنا الفلاتر، الفلاتر تاهم عندهم دوكيمونطاسيون، و سميتو البروسيدور ديال الانستالاسيون راه باينة، تجي لهنا تقلب على الانستالاسيون غادي تبعها، ما فيهاش شي حاجة اللي صعيبة. وان شاء الله صافي، هادشي اللي خصنا تقريبا، ونبداو. المهم الدراري حاولوا تانستالو لونفورمو ديالكم كامل، اللي ديجا خدام راه يكون عنده، وداك اللي باقي ما انستاليش، ها هما هاد لي سورس كامل نحطهم لكم في الفيديو. تنظن اننا من الافضل نوقفو هنا باش ما يكونش الفيديو طويل، وباش لي بيزود الثانيين نبداو فيها التطبيق، نبداو نحطو الدياغرام كلاس ديالنا، ونكريو انستاليو بروجي لارافيل، ونكريو لي الداتابيز ديالنا، ونبداو نخدمو على بركة الله. وما تنساوش الا ما فهمتوش شي حاجه، ولا بغيتو تسولوا على شي حاجه، كومونطاو ليا في الفيديو ان شاء الله ونجاوبكم. سينو راه كاين الجروب، راه ديجا الدراري يدخلوا ليهم جروب فيسبوك، حتى هو يكون في اللينك هنا، وكاين جروب واتساب حتى هما الدراري باش يدخلوا ليه، وكاين الكونت انستغرام. الكونت انستغرام تمدلوح فيه مره ستوريات، تنعطي فيهم شي حاجه زوينه في الكود، شي بلوغين، شي طريقه الخدمه زوينه، تنبارطاجيها معكم. ومن هنا لتما خليت لكم الراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.